السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندردش النهاردة سوا في نقطة مهمة جدا وبسيطة جدا في نفس الوقت، ولكن هي أساس العمل يعني. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة لا دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. في النية محلها القلب وليس اللسان، وهي أساس العمل. أي عمل هنعمله بنحتاج للنية، لأن النية هي التي سنحاسب عليها وليس الظاهر أمام الناس. إحنا دايما نقول إيه في المثال، إحنا ملناش إلا الظاهر، ده حكمنا إحنا كبشر. أما بقى ما ستلقى الله سبحانه وتعالى وستجده مكتوب في كتابك وتحاسب عليه هي النية. فدايما زي ما بيقولوا قبل ما نبدأ العمل، أو حتى لو نسينا وبدأنا العمل، نفتش عن النية ونجدد النية زي ما بنقول، ونكثر النية كمان زي ما بنقول. وكمثال مثلا، أنا كطالب مثلا بدرس، سواء في أي مرحلة من المراحل العمرية يعني، فلازم أحط نية للدراسة، مش مهم يعني، مش نية فقط إن أنا أنجح يعني، دي نية يعني حرام المجهود ده كله يروح لمجرد إن أنا أنجح يعني. فكمسلم كيس فطن يعني، يبقى لازم يكون ليا أكتر من نية. أجدد النية إن أنا بتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، ان انا ابقى مؤمن قوي، دي لان العلم احد اسباب القوه. طب شاب مقبل على الحياه نفس القصه يعني، يجدد النيه وبيشتغل رايح جاي الشغل والمواصلات، فاجدد النيه ان انا ايه، بنوي ان انا افتح بيت في المستقبل، وان انا احصن نفسي، وكل ده برضو اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. برضو رجل يعول اسره عنده اولاد، فمشق الحياه مش مجرد ان انا بس مغصب ولا لا، اجدد النيه وازود نيات ان انا خير النفقه ما ينفق على الاهل، ان انا بساهم وانشئ في اجيال تخدم الاسلام وتخدم الامه بشكل عام وتخدم نفسها في الاساس يعني، وان انا مسؤول وراعي عن خليه اللي هي نواه المجتمع المسلم. وهكذا برضو اي عمل، هلعب كوره، هرفع عن نفسي، هروح ازور صاحبي، ازور اهلي، صلة رحم، أراجع نيتي، مش إن أنا رايح واجب أو رايح عشان فلان جالي فأنا لازم أروح له ومش لا، أجدد النية، أعدل النية وأزود نيات. ممكن العمل الواحد يبقى ليه أكتر من نية، نيتين تلاتة أربعة وهكذا. وخطورة النية يعني نقدر يعني نعرف مدى خطورتها فعلا في حديث برضو ورد، حديث قدسي فيما معناه يعني، أن أول من تصعر عنهم أو عليهم النار، أنا بقول معنى الحديث مش أقرأ نص الحديث يعني، ثلاث وثلاثة يعني نماذج رهيبة. أنت يعني إحنا دول بنقول عليهم إيه، الناس للظاهر ده القمة أو التوب، ظاهرة للناس اللي هو قارئ ومتصدق ومجاهد. فيقال للقارئ أو العالم ده يعني: فيما قرأت القرآن والعلم وتعلمته، يقول لي قرأته فيك يا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لي: كذبت، بل تعلمت وقرأت حتى يقال عنك عالم. أنت كان نيتك في الأساس وأنت بتطلب العلم الشهرة، فاتشهرت وفلان الفلان متابعين والفان والبوست بياخد مليون لايك وشير، ربنا يعافينا وإياكم يعني، ده معايير الوقت الحالي حتى زمان يعني. فيقال إيه؟ تعلمت حتى يقال عالم، وقد قيل خلاص خدت اجرك اللي انت كنت بتسعى اليه، ويسحب الى النار. وكذلك المجاهد يقول لك: فيما جاهدت، يقول لك: جاهدت في سبيلك يا الله سبحانه وتعالى. اتباع لا، انت كان نيتك ان انت عشان ايه في الاساس، عشان يتقال عليها فلان الشجاع المجاهد ليه، وقد قيل فيسحب الى النار. وكذلك المتصدق يقول: انت صدقت يعني في سبيلك، لا كذبت، بل تصدقت حتى يقول جواد وسخي وكريم وقد قيل ويسحب إلى النار. فخطورة النية إن هي اللي ستحاسب عليه. يبقى مطلوب مننا إن إحنا دايما تبقى في ذهننا حاضر موضوع النية قبل ما أبدأ العمل، حتى لو عمل نسيته وبدأته وأنا في وسطه أو كده، أجدد النية وأضيف نية واثنين وثلاثة. ومهمة جدا وخطيرة جدا، أهم من العمل النية، نفتش عن النية. وجزاكم الله خير.